مشاهدينا الكرام نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج ملف خاص. في حلقة اليوم نضع ملف الاستثمارات الأجنبية في المملكة المغربية تحت المجهر، حيث شهدت هذه الاستثمارات في السنوات العشر الماضية نموا هاما جعلها ترتفع من 97 مليار درهم إلى 350 مليار درهم. هذا الارتفاع العام يؤكد من جديد الجاذبية التي تحظى بها المملكة لدى المستثمر الأجنبي، وكذا مناخ الأعمال الذي يتوفر عليه المغرب الساعي إلى تطوير اقتصاده عبر خطوات عملية تهم التشريعات المنظمة للاستثمار والبنى التحتية وكذا الوسائل اللوجستيكية التي تستقطب المستثمرين ومن كل أنحاء العالم. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيوفي الكرام لهذا اليوم، حيث يحضر معي هنا في الاستوديو السيد محمد جدي الخبير الاقتصادي. سي محمد أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة. أهلا بك. أيضا ينضم إلينا عبر سكايب من الدار البيضاء الخبير المالي والاقتصادي السيد طيب أعيس. سيد طيب أهلا ومرحبا بك معنا. مرحبا بكم سي نوفل، مرحبا بالمشاهدين الكرام. أهلا بكم ضيوفا أعزاء. إذا في السنوات الماضية المغرب يحقق قفزة نوعية من حيث الاستثمارات، حين نقول من 97 مليار إلى 350 مليار درهم، فهذا رقم هام وهام جدا يقتضي أن نتوقف عنده وأن نعرف لماذا هذا التطور المضطرد في الاستثمارات الأجنبية، ما الذي جعلها تحضر إلى المغرب؟ والكل يعلم أن هناك قاعدة في المال وأنتم أدرى مني بذلك، أن رأس المال جبان، أي هناك تخوفات، هناك محاذير، وهناك خطوات مسبقة لا بد من اتخاذها من أجل أن تضع أموالك في مكان ما، خاصة أن الاستثمارات السجذري تستقر لسنوات طويلة، أي أنها لا تكون استثمارات آنية مؤقتة محددة بسقف زمني معين. كيف تنظر لهذه التطورات؟ بالفعل فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية بالمغرب، عرفت واحد التطور اللي هو ملموس في هذه العشرين سنة الأخيرة، وهذا التطور هذا راجع لسببين أساسيين. السبب الأول أعتقد في اعتقادي أنه يتعلق بأن المغرب أصبح ورشا مفتوحا، يعني منذ 99 إلى اليوم، بحيث أن عندنا واحد مجموعة من المشاريع البنية التحتية، السياحة، الصناعة، مجموعة من الأمور، وهذه كتكون عندها واحد الجاذبية عند المستثمرين الأجانب، يعني كيبغيو يجيو باش يشاركوا في هذا الورش اللي هو كبير. والمعطى الثاني اللي هو معطى أساسي هو أن كما قلتي أستاذ نوفل، أن المستثمرين الأجانب باش يجيو للمغرب خاص تكون واحد مجموعة من المؤشرات. فيما يتعلق بالمغرب، المغرب هو بلد هو مستقر وبلد اللي هو آمن، فيه القرب من أوروبا ويطلوا على 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 إفريقيا، يعني كذلك واحد مجموعة من البنية التحتية اللي تساعد على جذب هاد المستثمرين. كاين هناك تحسين في مناخ الأعمال، كاين هناك تسهيل في الولوج إلى القوارض البنكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وكذلك كاين حتى أن اليد العاملة هي مكونة اللي هي في المغرب، وبالتالي كاين هناك مجموعة من الإمكانيات اللي كتخلي هاد المستثمرين الأجانب أنهم يجيو للمغرب يستقروا في أول الأمر، في على أساس أنهم يكونوا يعني يستهلكوا المنتجات في المغرب، وكذلك ممكن أن يصدروها إلى خارج المغرب في السوق اللي هي سوق 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 كبيرة. نعم. سي طيب في الدار البيضاء، يعني ما دلالت أيضا هذا الرقم، حين نقول بأن الوضع في هذه السنوات العشر الأخيرة شهد أيضا عدم استقرار سياسي في مجموعة من البلدان، بعض البلدان التي شهدت ما سمي بالربيع العربي فقدت هذه الاستثمارات حتى على المستوى الإقليمي، حتى أننا شاهدنا المغرب في تصنيفات أخيرة صادرة يحتل المركز الرابع على المستوى العربي والسابع على المستوى الإقليمي. على المستوى الأفريقي قد نقول أن من ينافس المغرب أفريقيا هي جنوب أفريقيا، نيجيريا وأثيوبيا بحدة أقل. فهل استفاد بالفعل المغرب من استقراره السياسي، من توجهاته على مستوى النصوص التشريعية وأمور أخرى، في أن يكون بالفعل قطبا استثماريا للاستثمارات العالمية؟ نعم، لا شك أن هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار السياسي يعني الاستقرار الاقتصادي. فالرأسمال يبحث عن البلدان المستقرة سياسيا والتي تعرف استقرارا دائما، ليس فقط استقرارا موسميا. هناك دول مستقرة بفعل الضغط وبفعل حكم قبضة عسكرية مثلا أو غير ذلك، ولكن هذه الدول يعني استقرارها هش. الرأسمال يبحث عن الدول المستقرة حقيقة، يعني اللي فيها استقرار ديمقراطي، فيها حياة سياسية طبيعية، فيها شفافية. والمغرب طبعا كرس هذا التوجه خاصة في دستور 2011 الذي كرس الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، وهذه مسألة مهمة جدا. ولعل المستثمرين الأجانب
والهيئات الكبرى يعني الصناديق السيادية الكبرى في العالم يعني التقطت هذه الإشارة، وخاصة أن المغرب بعد 2011 يعني هو بلد مستقر والتزم بالخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه وطبقه في الواقع في محيط كما أشرت يعني محيط مرتبك سياسيا وأمنيا ويعرف حالة عدم استقرار عامة. فالمغرب يعني بعد الدستور 2011 دخل في مرحلة جديدة، والمستثمرون الأجانب يعني كأنهم أعطوا جائزة للمغرب بفضل هذا التوجه الديمقراطي الذي عرفه البلد. ولاحظنا أن في خلال هذه العشرية فعلا هناك تدفق كبير، حيث أن في خلال هذه العشرية هناك يعني تضاعفت الاستثمارات الأجنبية في المغرب 5 مرات تقريبا. وبطبيعة الحال هذا معطى أساسي يعني عن المعطى السياسي، وهناك معطى آخر الذي اشتغلت عليه الحكومة في خلال هذه العشرية، وهو تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي حقيقة غيرت يعني مناخ الأعمال في المغرب. فكما تعلم هناك مجموعة من القوانين التي تغيرت خلال هذه الفترة، ويعني أسس المغرب لجنة وطنية لتحسين مناخ الأعمال اللي هي الكنية، الذي هذه اللجنة التي اشتغلت حقيقة خلال هذه العشرية بشكل جيد واستطاعت يعني أن تغير مجموعة من القوانين ومجموعة من المساطير ومجموعة من الإجراءات الإدارية البيروقراطية التي كانت تربك وتحد من الاستثمار الأجنبي، يعني الاستثمار عموما أجنبيا أو وطنيا. نعم. فلاحظنا مجموعة من التحسينات خلال هذه الفترة مما ترجم بتبوء المغرب لمرتبة جيدة خلال هذه الفترة، نعم. يعني من 2011 إلى الآن كان المغرب في 2011 تقريبا في المرتبة 129 عالميا، الآن أصبح يعني السنة الماضية أصبح في المرتبة 53، وكان من المنتظر أن يدخل نادي خلال هذه الخمسين، السنوات صحيح إلى نادي الـ50 تماما. صحيح، طبعا فهذا كله ترجم إلى تدفق كبير حقيقة للرأسمال الأجنبي للمغرب، وهذه طبعا تكريس لهذا التوجه السياسي والاقتصادي. فطبعا السياسي كما تعرف السياسي دائما مرتبط وجهان بالاقتصادي وجهان لعملة والاقتصادي يترجم السياسي وجهان لعملة واحدة وكلاهما يخدم تماما الآخر. أستاذ الطيب، تماما سي جدري، تماما صح، على مستوى النصوص التشريعية المغرب حاول أن يطور من تشريعاته القانونية المحتضنة للاستثمارات الأجنبية، أن يحفز القطاع الخاص المحلي والدولي على الدخول إلى عالم المال والأعمال داخل المملكة المغربية، ولكن في نفس الوقت الدولة واصلت الاستثمار العمومي في كل ما هو بنى تحتية، وسائل دعم لوجستيكية لدعم سلاسل الإنتاج أيا كان نوعها، وبالتالي شاهدنا موانئ بمعنى الكلمة اقتصادية بكل ما فيها من إمكانيات لوجستيكية تؤمنها للمستثمر الأجنبي، شاهدنا شبكة طرقية تتطور وتتسع لتصل لآلاف الكيلومترات، شاهدنا حتى على مستوى الجغرافيا تنوع في الاستثمار، لم تكن هناك جهة مستثناة عن أخرى، مناطق صناعية ومناطق حرة في كل مكان، وبالتالي المستثمر يجد نفسه مع الاستقرار السياسي مع الضمانات القانونية بأن المغرب بالفعل واحة للاستثمار ولذا جاء. أكيد أكيد أن المغرب قام خلال 20 سنة الأخيرة بمجهود جبار، بحيث ان مثلا ملي كندوي على مثلا طرق السياره راه كيتخيل لينا بانها يعني كانت قديم الزمان، حيث ان مثلا مراكش 2006، اكادير مثلا 2010، وجده مثلا 2011، السفيره 2016، يعني هادو راه كانت اليوم غير قرابين. ملي كندوي مثلا على الميناء المتوسطه مثلا ديال طنجه راه هو غير المعالم ديال الشمال، بحيث ان اليوم قدرنا اننا مثلا نسدوا مثلا هذوك المتعلق بسبته مثلا بمنيليا بدون مركب نقص. يعني كاين مجموعه من الامور، هذا بالاضافه الى الاستقرار السياسي والاستقرار ديال الامن، بحيث ان المستثمر كيجي للمغرب كيعرف بان كاين امور يعني خصوصا بعد الربيع العربي، بحيث ان مجموعه من الدول عرفت مجموعه من القلاقل عرفت مجموعه من المشاكل
ولكن بحيث ان المغرب ظل مستقرا يعني قبل الربيع العربي وحتى بعد العربي. كذلك الاوراش المفتوحه اللي لعبت المغرب لما تتعلق بالطرق، لم تتم بالمواصلات، لم تتم ب يعني الهواتف النقاله، يعني مجموعه من الامور ممكن الا انها تحفز المستثمرين باش انهم يجيو المغرب. اكثر من ذلك كاين مجموعه من الامور اللي هي كذلك محفزه، بحيث مثلا فيما يتعلق مثلا بالصرف، ان اي مستثمر اجنبي من كيجي مثلا المغرب يمكن ليه الا صرح بهذا الشيء لمكتب الصرف وقام بالاستثمار ديالو، في نهايه الامر يمكن ليه انه يخرج يعني الارباح ديالو بكل اريحيه وبدون بدون مشاكل. هذه مثلا الامور هذه لا تتواجد في بلدان اخرى. الاعفاءات الضريبيه لا ننسى الاعفاءات الضريبيه، يعني كاين مجموعه من الامور اللي حفزت المغرب على المستثمر الاجنبي انه يجي المغرب. لكن كاين مجموعه من الامور اخرى اعتقد اننا سوف نتطرقوا لها فيما بعد، ان خاصنا كذلك المغرب يقوم بجهد اكبر من ذلك. هناك عوائق لتحفيز الاستثمارات، يعني ممكن توصل واحد المستوى اكثر اللي هو وصل ليه صحيح. الان هناك عوائق للاستثمار ومنها ما هو قانوني ويتطلب مراجعات، ولذا هناك ميثاق الاستثمار وهناك لجان مختصه من اجل استقطاب الاستثمارات الخارجيه. سي طيب، نتحدث عن الاستثمار الاجنبي، طب من هم الذين يستثمرون هنا في المغرب؟ تارة نجد أن إيرلندا مثلا تحتل الصدارة، تارة أخرى نجد فرنسا المستثمر الأول في المغرب، المملكة المتحدة بدورها حاضرة في المشاريع الطاقية ومشاريع أخرى، الولايات المتحدة هي الأخرى تستثمر داخل المملكة المغربية، مستثمرين تقليديين على غرار مجموعة من الشركاء العرب كالمملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر هي الأخرى أيضا تستثمر في مجموعة من القطاعات داخل المملكة. ما طبيعة أو هوية ذلك المستثمر الذي يجد في المغرب القبلة الفضلى من أجل الاستثمار؟ يعني هناك المغرب مفتوح لكل الجنسيات ولكل الدول، يعني المغرب ليس حكرا، يعني الاستثمار في المغرب ليس حكرا على دولة. كان فيما قبل يعني فرنسا هي المستثمر الأول والأوحد تقريبا في المغرب، والآن انتهى هذا يعني الاستئثار بالاستثمار في المغرب. الآن المغرب مفتوح لكل الدول، هناك طبعا الاستثمارات الأوروبية الغربية الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية والألمانية والدنمارك طبعا والسويسرية، يعني تماما يعني الحمد لله عندنا كل الدول، لوكسمبورغ وسويسرا أيضا تماما، سويسرا يعني مستثمرة في المغرب بشكل كبير، وكذلك بريطانيا وكذلك أمريكا وكندا، وطبعا الدول العربية الخليجية كما ذكرت يعني السعودية والإمارات وقطر والكويت. الكويت استثمرت كثيرا في المغرب كذلك، ويعني هناك كذلك الدول يعني الجديدة كتركيا والصين وروسيا التي بدأت تستثمر في المغرب، وهناك كذلك حتى بعض الدول الإفريقية يعني أو بعض الشركات الإفريقية التي بدأت تستثمر في المغرب كجنوب أفريقيا وغيرها من الدول. فالمغرب إذن مفتوح للاستثمار الأجنبي، وهذه طبيعة يعني المغرب باعتباره بلدا مفتوحا ومنفتحا على الكل، ويجب أن يبقى كذلك حتى يعني يكون قبلة لكل الاستثمارات كيفما كان. وطبعا لابد لإيجاد يعني مناخ لهذا الاستثمار، اولا على مستوى الاداره وتحسين القوانين وتبسيط المصادر. والسنه الماضيه خرج قانون مهم جدا لتبسيط المصادر، يعني سيؤدي لا محاله الى زياده كذلك في تدفق الرؤوس الاموال الاجنبيه الى المغرب، لان كما يفعل الاداره حينما تكون بيروقراطيه، حينما لا تفهم ان الاستثمار ان المستثمر ليس فقط غنيا يعني عنده أموال زائدة، إنما هو يخلق الثروة ويخلق فرص الشغل ويخلق نسيجا اقتصاديا. فلا بد للبيروقراطيين أن يفهموا هذا الكلام، أن يفهموا أن حينما يأتيك مستثمر إذا منعته من الاستثمار فأنت تمنع فرص عمل كثيرة، فأنت تمنع يعني أسر مغربية أن تستقر، فأنت تمنع يعني خلق ثروة مغربية ويعني إيجاد فرص الشغل للشباب. ويعني حينما طبعا نوجد فرص الشغل فهذا يعني نمتص البطالة، وأنت تعرف أن البطالة طبعا هي أكبر
ده اكبر مصيبه اجتماعيه يمكن ان تصيب اي بلد هي البطاله. فاذا شغلنا الشباب فاننا نقضي على مجموعه من الافات الاجتماعيه من مخدرات ومن يعني الحريق الى اخره، يعني مجموعه من الامور السلبيه التي نراها في المجتمع كلها بسبب البطاله. سنحاول ان نرصد سي طيب الجهود التي تقوم بها الدوله على مستوى النصوص التشريعيه وايضا على مستوى بعض الاوراش الكبرى التي تخدم بالفعل الاستثمار الاجنبي، منها الجهويه المتقدمه وخلق مراكز جهويه للاستثمار وهي كسفير ربما للاداره المركزيه في مجموعه من الجهات او في كل جهات المملكه. نسينا ان نتحدث ايضا على اليابان، لا ننسى اليابان في الشق المتعلق بالاطارات وقطع السيارات دخلت الى المملكه المغربيه باستثمارات ضخمه، لا ننسى الاستثمار الياباني في مركز او محطه للطاقه الحراريه لتوليد الطاقه الكهربائيه في اسا في كان على ما اعتقد قبل 5 أو 6 سنوات ميزانية يعني تفوق الملياري دولار وما يزيد عن 70% أو 67% تحديدا من بنك ياباني هذا التمويل، بالإضافة لفرنسا بريطانيا ودول أخرى. هويات وفسيفساء منوعة سي جذري للمستثمرين الأجانب داخل المملكة المغربية. من القطاعات التي تجذب هؤلاء قطاع السيارات لا شك في ذلك، ولكن أيضا هناك قطاعات أخرى، التأمينات، قطاع المال، السوق المالية وأيضا العقار، المنشآت السياحية إلى غير ذلك، حتى الصناعات التحويلية بدورها تستقطبهم. ما هي البيئة الحاضنة لنوعية هذه الاستثمارات ولماذا لا يدخلون في استثمارات مثلا أخرى ممكن المغرب أن يوفرها نظرا لجغرافية المملكة، نظرا لموارد المملكة الطبيعية، صيد بحري، فلاحة، أمور كثيرة جدا بإمكان المستثمر الأجنبي أن يقتحم ربما غمارها ويكون يعني على قاعدة رابح رابح. أكيد أعتقد بأن المستثمرين الأجانب يعني لا الهوية ديالهم ولا نوعية الاستثمارات ديالهم في المغرب يعني اختلفت في هذه 20 سنة الأخيرة، بحيث أننا كنا كنديو في السنوات الأولى على مشاريع تتعلق أساسا بالبنية التحتية وبالمجموعة من الأمور قطاع الخدمات فالخدمات، فاليوم نتكلموا عن قطاعات اخرى، بحيث اننا مثلا اليوم كندوي على قطاع ديال السيارات، كندوي على قطاع ديال الطائرات، كندوي على مجموعه من الامور. هذه الاستثمارات الاجنبيه هذه اكثر من ان القيمه المضافه ديالها، اكثر من ان الاستثمارات الاجنبيه كتخلق لنا يعني فرص ديال التشغيل، هي كذلك فرص اخرى من اجل يعني انتقال الكفاءات الى المغاربه، بحيث اننا مثلا اليوم اعتقد بان المغرب قام بواحد الاتفاقيه مع واحد شركه الطائرات على المستوى الدولي، بحيث ان الطائرات الخاصه غتتم تركيبها كامله في المغرب. بولونيا الشركه البولونيه بي سي بي سي بي سي بي سي دوز على ما اعتقد الاسم ديال الطائره، حيت ان الطائرات هادو غيتم التركيب ديالهم يعني بصفه كامله بالمغرب، وهذا يدل على شيء انما يدل على ان المغرب هو يعني حاضنة للاستثمارات، وكذلك انها كتوفر بيئه اللي هي ملائمه. هذه البيئه هذه عن طريق ان كنعرفوا بان المغرب فيه شباب اللي هما يعني يشكلون القاعده الكبرى من المواطنات والمواطنين في المغرب، هاد المواطنين عندهم واحد الكفاءه وعندهم واحد التكوين اللي يمكنهم انهم يكونوا حاضرين هذه المشاريع هذه، وكذلك انهم يمشيو في الاستثمارات هذه باش يكون لان المستثمر كيف ما قلتي ما يمكنش يجي ما كانش عنده الربح ديالو في المغرب أكيد. وبالتالي ان خصو يعرف بان من غادي يجي المغرب خصو يكون عنده يعني يد عامله، ما يمكنش ان يؤديها كما كيؤديها في البلد ديالو، كتكون يعني الاستقرار، كتكون مثلا البنيه التحتيه، كتكون الامور اللوجستيكيه، تكون التسهيلات في البنكيه، يعني مجموعه من الامور. هذه الامور هذه اللي هي اغلبها يعني نقدر نقول واحد 70% او 80% تتواجد في المغرب، وبالتالي فان المستثمرين هذو كيلقاو يعني انفسهم في المغرب اكثر من ذلك. حتى ان مثلا كندوي مثلا على قطاع التامينات، راه يعني عندنا واحد المستثمر اجنبي اللي هو من جنوب افريقيا، وكنعرفوا علاقتنا في الماضي مع جنوب افريقيا كانت علاقات يعني متوتره بين المغرب وجنوب افريقيا، وبالتالي فان اليوم باش يجي مستثمر اجنبي يعني من جنوب افريقيا باش يستثمر في الشركه الاولى في المغرب اللي هي في قطاع التامينات، هذا يعني ماشي شيء اللي هو مجاني. التمويل من صادر من ايرلندا يعني، ولكن الشركه الام جنوب افريقيا، الشركه جنوب افريقيا، وبالتالي يعتقد بان هذا ماشي يعني هو اجراء اللي هو سهل، بحيث ان يعني كاين امور سياسيه وامور اقتصاديه. حتى جنوب افريقيا، وجميل ان تحدثت عن هذه الزاويه بالتحديد، جنوب افريقيا بدورها تنظر وتعاين. انا قلت قبل قليل ان على المستوى الاستثمار في الاجنبي والجذب له في افريقيا لا ينافسنا احد، تنافسنا جنوب افريقيا ونتفوق عليها تاره، تتفوق علينا تاره اخرى، ويدخل بين البينين كل من اثيوبيا وايضا نيجيريا، فهذا هو الرباعي الجاذب للاستثمارات داخل القاره الافريقي بالتاكيد.
مصر لا يمكن الدفع إلى مصر. لا يمكن نسيان مصر، مصر هي أيضا جاذب مهم، ولكن الأوضاع لم تخدم مصر في السنوات العشر الماضية، ولكن هي مستثمر يعني تقليدي سواء داخل القارة أو حتى مستقدم للاستثمار داخل القارة الأفريقية. وبالتالي الرأسمين لجنوب أفريقيا ينظر إلى المغرب، وقد يريد المغرب بغض النظر عن الظروف السياسية، خاصة أن يعني رأس المال لا انتماء له. ماني كان توك أند ووك، ما عندهاش علاقة بال، ربما تتفق مع هذا. صحيح، تكلمت في الاول قلت بان راس مال اللي هو جبان، ما عندوش جنسيه. ما عندوش جنسيه، بعد جنوب افريقيا ما كيبلاش بان مثلا اليوم يعني الامور يعني مستقره نوعا ما سياسيا. كذلك كتشوف جنوب افريقيا بان المغرب اصبح يعني عينه على افريقيا. اكيد. اكثر من ذلك ان مثلا واحد مجموعه من الاسواق اللي ماكش افريقيا انها تنافسها، يعني البعد ديالها الجغرافي، مسائل لوجستيكيه، مجموعه من الامور، وبالتالي فانها كتجي للمغرب لان سوف تستثمر، ولكن ما خصش نساو بان المستثمر راه كيربح من موارد الاستثمار هذا، وبالتالي فان جنوب افريقيا يعني الوجود ديالها بالمغرب في هذا الاتجاه هذا من ناحيه باش وتراك باش تراك اسمح لي تراك في مطاراتك مثلا كيف تستقطب، كما مطاراتها في دوربان وجوهانسبرغ وكيب تاون مثلا، ترى مراكش ككيب تاون وجهه سياحيه عالميه مفضله تماماً. ترى الموانئ في طنجه كما ميناء كيب تاون مثلا تماماً. يعني البلد يدخل في مقارنات وان كانت عن بعد، ولكن يعي ان هناك منافس شرس على مستوى جذب الاستثمارات في افريقيا. صحيح، بحيث ان كما قلتي بان لا ينافس جنوب افريقيا اساسا الا المغرب، كندوي على اثيوبيا، كندوي على نيجيريا، كندوي على مصر، ولكن باقي كتعرف بان المنافس يعني في السنوات القادمه المقبله لن يكون الا المغرب. صحيح. وبالتالي فان تطوع علاقتها وقربها من المغرب يمكن الا ان يحفزها، وهذا يعني بس من احنا كمغاربه يعني هو واحد المساله اللي هي رابح انا جنوب افريقيا سوف تكون رابحه، وكذلك المغرب سيكون رابحا عن طريق الاستثمارات الاجنبيه في المغرب، وسيساعد توجه المغرب نحو افريقيا كذلك. سي طيب، ما رايك بالمنافس الذي يراه المغرب ربما في ساحه جذب الاستثمارات الدوليه؟ يعني نعلم نحن نتحدث عن جيراننا في القاره الافريقيه، المغرب صحيح حتى هو اصبح مستثمرا خارجيا خارج الديار، يستثمر في قارته الافريقيه في قطاعات متنوعة ومتعددة ذات جدوى اقتصادية، ولكن في نفس الوقت يرى بأن هناك دول تنافس على الاستثمار داخل القارة الأفريقية، قلنا جنوب أفريقيا، نيجيريا، أثيوبيا وغيرها حتى من الاقتصادات الدول الأنجلوفونية التي هي الأخرى تتطور بثبات داخل القارة السمراء. كيف يمكن للمغرب أن ينافس، أن يعزز من مكانته الاقتصادية في ظل حتى تلك الدول هي بدورها تتغير، النخب الحاكمة تتغير، ورؤيتها للجانب الاقتصادي والاستثمار الأجنبي ذات نجاعة اقتصادية، والدليل أنها تحقق أرقام طيبة وطيبة جدا. من خصائص العولمة أنها تجعل أي بلد يتنافس مع كل بلدان العالم ليس فقط الإفريقية، يعني احنا المغرب في مواجهة كل دول العالم، والمستثمر الأجنبي يبحث عن أي دولة يمكن أن يستثمر فيها، سواء كانت المغرب أو سنغافورة أو أمريكا الجنوبية أو غير ذلك. فإذا المغرب يعني المنافسة مفتوحة على الجميع، وبطبيعة الحال البلد الذي يستطيع أن يحسن من مناخ أعماله، أن يحسن من إدارته، أن يحسن من الشفافية في مجتمعه وفي إدارته وغير ذلك، وأن يبني بنى تحتية يمكن أن تستقطب هذا الرأسمال الأجنبي، هو الذي يفوز بهذه الجائزة التي هي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. طبعا المغرب تقدم في السنوات الأخيرة بشكل حثيث في اتجاه تحسين وتجويد مناخ أعماله والارتقاء بأدائه على مستوى البنى التحتية وغير ذلك من الأمور التي تجذب حقيقة الاستثمار، والنتائج تبين ذلك. ولكن طبعا نحن في وسط الطريق، لا بد أن نستمر في هذا الاتجاه، في اتجاه تطوير وتجويد مناخ أعمالنا وتجويد إدارتنا وتجويد كذلك العدالة، العدالة التي كذلك تعتبر مسألة أساسية جدا، وشفافية العدالة في أي بلد. ومن طبعا الحمد لله المغرب كذلك قطع أشواطه في استقلالية القضاء وغير ذلك، ولكن ما زال عندنا أشواط لا بد أن نقطعها في اتجاه الشفافية. ومن أهم الأمور المطلوبة ربما في هذا الإطار هو نشر الأحكام في يعني بشكل دوري في كل محاكم المملكة، يعني الأحكام لا بد أن تكون معروفة حتى نقارنها، فلا يعقل مثلا أن تصدر أحكام مختلفة في نفس القضية حسب الجهة وحسب الأفراد وحسب المؤسسات التي المعنية. يعني القضاء كذلك من الأمور المهمة التي تجذب هي من معيقات يعني الاستثمار. تصر طيب أن تتحدث عن عوائق الاستثمار، نريد أن نقدم ربما مقدمة لواقع. هي
قبل ان لا اريد ان اتكلم عليها على اساس انها معيقه، انما هي جاذبه. صح، يعني لما يكون عندك استثمار يعني قضاء جيد فهو جاذب اكيد اكيد. لا للاستثمار. انا فقط في تموقع هذا النقاش في 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 حلقه اليوم. صحيح، رددنا اولا ان نقرا ربما الواقع المعاش، نوعيه الاستثمارات، الدول التي تفضل المغرب كقبله، فيما تستثمر هذه الدول، ونحاول ان نشير في نهايه الحلقه الى العوائق التي قد تقف وراء استقطاب مستثمرين جدد، ومنها اكيد اكيد لا احد يجادل على ان كانت لديك عداله قويه، عداله نزيهه، بالتالي ستكون انت جاذب للاستثمار، ان كانت هناك تنافسيه شريفه ستكون جاذب للاستثمار، ان كان هناك محاربه لاقتصاد الريع ستجذب للاستثمار، ان حاربت الزبونيه والرشوه ستجذب للاستثمار، هناك امور كثيره جدا من شانها ان تكون جاذبه للاستثمار، وبالاضافه الى ذلك اكيد كما تفضلت السيد طيب تبسيط المساطر الاداريه، لانه البيروقراطيه لا مكان لها ان كنت تود ان تكون على غرار الاقتصادات الصاعدة من سنغافورة، دبي وهكذا دوليك التي تماما. هناك تفضل. هناك كذلك أريد أن أشير كذلك إلى يعني مستثمرين كذلك يأتوا استثمارات أجنبية تأتي من الخارج، وهي استثمارات المغاربة، مغاربة الخارج، هناك مغاربة في صحيح. كل دول العالم، وهم يريدون ويحبون ويرغبون في الاستثمار في المغرب، ولا بد كذلك أن نهتم بهذه الشريحة المهمة من مغاربة الخارج، لأن هم سفراء حقيقة للمغرب في الخارج، وهم كذلك سفراء لدى المستثمرين الأجانب. فلما يرى المستثمر الأجنبي أن المغربي الذي يعيش في أوروبا أو أمريكا أو في الشرق الأوسط استثمر في المغرب، فهذا يدفعه كذلك أن يأتي وأن يستثمر. ولكن لا، بالعكس، لما يرى ان مغاربه الخارج لا يحبون الاستثمار في المغرب، فهذا يعني يتركه، لا يتخذ القرار للاستثمار. ولذلك وجب ان نهتم بهذه الشريحه المهمه من استثمارات مغاربه الخارج في أكيد. المغرب. هناك وزاره، هناك وزاره منتدبه، وهناك اجهزه حكوميه كبيره جدا تعمل من اجل هؤلاء، وهناك كان ايضا لتفادي عدد من المشاكل صحيح. التي كانت تطرح تم خلق الجيشي أونيك لكي يكون هناك مساطر صحيح. معينة صحيح. من استقطاب الجالية المغربية التي تعد مصدر رئيسي في العملة الصعبة داخل المملكة المغربية، وبالعكس حتى في جائحة كورونا سيد طيب تضاعفت هذه التحويلات تماما. وكانت يعني جزءا من أمور كثيرة أنقذت الاقتصاد الوطني. ما عرفت عندك شيء إضافة؟ سنة 21 يعني الاستثمار يعني تحويلات المغاربة الخارج للمغرب خلال سنة 21 بلغت أكثر من 86 مليار درهم على ما أعتقد، يعني 90 مليار في نهاية 90 مليار درهم، يعني في نهاية 7 مليار دولار يعتبر تقريبا 90 مليار درهم، يعني لا 7 مليار دولار على ما أعتقد، يعني يعني في الأخير يعني 7 كانت في سبتمبر، الآن نعم. وصلت إلى 9 مليار دولار، نعم. لتقريبا اللي هو يعتبر يعني 6% من الدخل العام في الوطني المغربي، وهذا صح. طبعا الوطني، وهذا طبعا مؤشر مهم جدا ولا بد من اهتمامه. هناك كذلك قضية أريد أن أشير إليها، وهو أن المغرب في الآونة الأخيرة بدأ كذلك هو يستثمر في الخارج، فهناك استثمارات أجنبية في المغرب وهناك استثمارات مغربية في الخارج كذلك، وكذلك هذه الاستثمارات المغربية في الخارج خاصة نحو أفريقيا تزايدت في هذه الفترة الأخيرة بشكل مضطرد، وستزداد كذلك في السنوات المقبلة بشكل مضطرد كذلك. وهنا لا بد من الاهتمام بهذه الاستثمارات المغربية في الخارج. لماذا؟ لأن كما نعلم حينما تستثمر في الخارج فأنت تنتظر عودة هذا الرأسمال بأرباحه، يعني نستثمر في الخارج ولا بد أن تأتي هذه الأرباح إلى المغرب في السنوات القادمة، ولذلك لا بد أن نقوي كذلك استثمارات المغرب في الخارج حتى يعني تكون هناك في المستقبل تدفقات أرباح هذه الاستثمارات إلى المغرب. كما أن الاستثمارات الخارجية في المغرب، يعني حينما تأتي استثمارات خارجية في المغرب خاصة في هذه المرحلة مثلا، فلا بد أن ننتظر عودة الأرباح فيما بعد، يعني هناك هذه صحيح. الاستثمارات كلها ستوجه أرباحها إلى الخارج فيما بعد، ولذلك لا بد أن نقيم موازنة توازنا ما بين هذا وذاك. صحيح تماما، بين ما يدخل إلى المغرب من استثمارات وما يخرج من أرباح على شكل أرباح، يعني توزيع أرباح للخارج. وكذلك بالنسبة للاستثمارات المغربية في الخارج كذلك نستثمر الآن وننتظر يعني الرجوع هذه الاستثمارات على شكل أرباح في المستقبل. صحيح، لكي نعطي لكل ذي حق حقه،
فرنسا مستثمر تقليدي داخل المملكة المغربية، هي المستعمر القديم، هي التي تركت بعض الآثار التي ربما لها علاقة بالنسيج الاقتصادي في المغرب، هي الأخرى لديها التدبير المفوض في مجموعة من الشركات بشراكة إسبانيا في مدن شمال المملكة، لديها تدخلات في قطاعات معينة من العقار إلى التأمين إلى غير ذلك من المشاريع الاستثمارية الكبرى داخل المملكة المغربية، وشريكة في الاستثمارات حتى العمومية للدولة المغربية. يعني عندنا على سبيل المثال الحصر التي جي في مشروع رائد بشراكة مع فرنسا، هي ممول للمقاولات المغربية والأبرز، الممول الأبرز ربما، ونعرف قيمة المنتدى الاقتصادي الفرنسي المغربي وما يفرزه من نتائج يعني تنعكس بالإيجاب على واقع الاستثمار. هل فرنسا اليوم أمام منافسة شرسة من بعض الشركاء الجدد للمملكة المغربية، بما أن المغرب نوع من شراكاته وما ربما منعكس على الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت هذه السنة بنسبة ونمت بنسبة فاقت 16%؟ هل فرنسا اليوم تؤدي الفاتورة، فاتورة انفتاح المملكة على اقتصادات جديدة ومستثمرين أجانب؟ بالتأكيد أن فرنسا استفادت من يعني واحد الفترة تقريبا أكثر من 40 سنة من أنها كانت عندها علاقة يعني علاقة مميزة مع المغرب، وكذلك أن يعني معرفتها بالسوق المغربية، يعني المغرب يتكلم يعني اللغة الفرنسية، علاقات تاريخية، علاقات ثقافية، قرب جغرافي ما بين الدول ما بين الدولتين، هذا كان يعني مؤشر كان صالح فرنسا. لكن اليوم نتكلم عن العولمة ونتكلم عن كذلك عن تنوع شركاء المغرب، حيث أن المغرب كذلك انفتح على مجموعة من الشركاء، يعني توجه نحو إفريقيا، توجه نحو الصين، توجه نحو أمريكا، توجه نحو حتى دول أوروبا الشرقية، توجه نحو دول أمريكا الشمالية. هذا ما يمكن له إلا أن يكون منافس بالنسبة لفرنسا والجيران ديالنا يعني إسبانيا وإيطاليا اللي كانوا كذلك في 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 المغرب. وكان هذا لا يمنع بأن الحصة يعني ديال فرنسا سوف تبقى يعني حصة يعني متميزة وهامة، ولكنها تتقلص على الأقل في 20 سنة المقبلة. لكن يعني مثلا كندوي مثلا للأجيال القادمة، أعتقد بأن حتى مثلا اللغة اليوم أنا كنشوف مجموعة تعيش مع مجموعة من الشباب المغاربة، حتى اللغة الفرنسية اليوم أصبحت يعني كتفقد القيمة ديالها في المغرب، حيث أن كاين مجموعة من الشباب المغاربة اللي كيتكلموا اللغة الإنجليزية ما كيتكلموش اللغة الفرنسية، وهذا سيكون مؤشر يعني بالنسبة للأجيال القادمة. أعتقد بأن اليوم فرنسا لازالت عندها يعني وعندها واحد أهمية في الاقتصاد المغربي، حيث أن يعني كاكاغونت يعني المقاولات الأربعين الكبرى في فرنسا يعني هي أغلبها متواجدة في المغرب وسوف تتواجد يعني على السنوات المقبلة. لكن هذا التنوع الاقتصادي ديال الشركاء ديال المغرب على المستوى الدولي ما يمكن ليه إلا أنه يزاحم هالتنافسية هذه ويقلل من قيمة فرنسا في المغرب، وهذا يعني مؤشر إيجابي بالنسبة للمغرب، لأن تعدد الشركاء كل واحد يقلب على الربح دياله يعني أكثر من الآخر، وبالتالي المغرب هو الذي سيخرج منتصرا من هذه التنافسية ديال الشركاء الأجانب على المستوى الوطني. جميل. السيد طيب، لا أعرف لماذا نغفل ربما عن قصد أو دون قصد شريك هام وهام جدا للمملكة المغربية في قطاع الاستثمار، ولطالما يعني كان منذ سنوات طويلة حاضر في النسيج الاقتصادي المغربي، يستثمر في قطاعات منوعة ومختلفة، يدخل في استثمارات أيضا عمومية ويساهم فيها برأس مال هام وهام جدا. نتحدث هنا عن دول مجلس التعاون الخليجي، هي شراكة تقليدية مبنية أكيد على تحالفات سياسية أولا، وثم تفاهمات ربما لرؤية المغرب أو دول الخليج العربي للمستقبل المشترك للمنطقتين سواء شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط، وبالتالي انعكست كل هذه الأمور على الشراكة الاقتصادية التي نرى فيها الإمارات تحضر بشكل هام وهام جدا داخل مجموعة من الاستثمارات الهامة في المملكة المغربية، قطر، المملكة العربية السعودية، ولا ننسى أن هذه الدول يعني هي من أبرز الدول إقليميا التي تجذب الاستثمارات في المنطقة. السعودية حدث ولا حرج أكثر من 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في سنة واحدة، الإمارات تصل إلى 9 أو ما يزيد، فدول جاذبة للاستثمار، ولكن هي أيضا مستثمر أجنبي مطلوب في عدد من الأسواق العالمية. صحيح أن دول الخليج، طبعا المغرب له علاقة متميزة مع دول الخليج على المستوى السياسي وكذلك على المستوى الاقتصادي، ولها استثمارات كبيرة ومهمة في المغرب، ولكن في اعتقادي أن مستوى الاستثمارات الخليجية في المغرب ما زال ضعيفا بالمقارنة مع ما يمكن أن يقوم به، وهنا المغرب لابد أن يقوم بمبادرات تجاه هذا الرأسمال الخليجي لجذبه ولتنويع كذلك يعني قطاعات الاستثمار.
فالاستثمار الخليجي موجه اساسا نحو العقار والسياحه، نعم وكان كما نعلم العقار والسياحه القيمه المضافه ضعيفه جدا فيها، والربح فيها عالي، ولكن القيمه المضافه بالنسبه للبلد ضعيفه، ولا بد من توجيه هذا الراس مال الى الصناعات والى الفلاحه، والمغرب طبعا بلد فلاحي، يمكن ان يعني ان يستقطب استثمارات حتى فلاحيه قطاع ضخمه جدا. الطاقات المتجددة المغرب بيستثمر فيه بشكل كبير. طبعا نعم طبعا قطاعات يعني هذه قطاعات جديده ومتجدده، فيمكن ان نوجه يعني الاستثمارات الخليجيه وهي ضخمه جدا ان نوجهها الى هذه القطاعات التي لها قيمه مضافه عاليه جدا. وطبعا الاستثمار الاجنبي يعني الخليجي في العالم ضخم جدا، فالإمارات الآن وقعت أخيرا مع تركيا، يمكن أن تصل استثماراتها إلى 100 مليار دولار أمريكي في تركيا، يعني في هذا الاتفاق الأخير. فطبعا هذه أموال ضخمة يمكن للمغرب أن يستفيد منها، ولكن يجب على المسؤولين المغاربة أن يتحركوا في اتجاه استقطاب هذه الرسامين هو سياسيا وتوجيهها. اعتقد ان الامور يعني سياسيا صارت بشكل جيد، خاصه مع التوترات التي كانت في المنطقه عقب الربيع العربي، لا هو وكانت القمه سياسيا المغربيه لا جيده، القمه المغربيه الخليجيه، وهناك لجان مشتركه تعمل بجد. فقط من بين الارقام سي الطيب، يعني صادرات المملكه المغربيه للامارات ارتفعت بنسبه 12%، ولكن الواردات من الامارات بنسبه 30%، فهناك خلل في الميزان التجاري ما بين البلدين. ولكن هذا لا يمنع انه حتى في الاطار العربي واتفاقيات التبادل الحر هناك استفاده بالنسبه للمملكه المغربيه من حيث الصادرات، وهناك يعني جدوى اقتصاديه ربما للتبادل التجاري مع هذه الدول. نعم، فقط بالنسبه للامارات يعني ما يمكن للمغرب ان يصدر الامارات ضخم جدا. لماذا؟ لان الامارات لا ننظر الى سوق الامارات فقط كسوق محلي، انما الامارات هي بلاتفورم للتجاره الدوليه، فأي يمكن ان نصدر اي شيء للامارات، والامارات تعيد تصديره للعالم مباشره او غير مباشره لبقيه انحاء العالم. ولذلك يعني هامش العمل مع هذه الدول كبير جدا، وغير في رايي اننا لم نستفيد بعد الى استثمار هذا الهامش المهم على المستوى السياسي وعلى مستوى التفاهم بين هذه البلدان والمغرب، ان نستفيد منه من الناحيه الاقتصاديه، فيمكن ان نطور بشكل كبير واضخم بكثير علاقاتنا الاقتصاديه مع هذه الدول، ويمكن كذلك ان نستفيد حتى من هذه الدول في تجربتها. فمثلا دبي، كما تعلمون دبي يعني مدينة أقيمت في صحراء قاحلة، والآن أصبحت يعني مدينة عالمية، سوق عالمية مفتوحة لكل يعني على المستوى المالي، على المستوى الاقتصادي إلى آخره. والمغرب يعني مهيأ أكثر من دبي ليصبح يعني في هذا المستوى العالمي، بقربه من أوروبا، بمناخه الجميل، بأمور كثيرة يتميز بها المغرب. ولكن الذي قامت بها دبي، وهذه تجربة من ناحية البنش مارك يمكن أن نستفيد منها، الذي قامت بها دبي هو أنها يسرت وبسطت سبل العمل في دبي. فيمكنك مثلا أن تأخذ كل الرخص وتؤسس شركتك في مطار دبي، يعني تصل في دقائق يمكن أن تؤسس الشركة وتبدأ العمل مباشرة وتشتغل. ويمكن أن تذهب إلى جبل علي في يعني في جنوب دبي، يعني شمال دبي، ويعني تؤسس شركتك وتشتغل مباشرة في نفس اليوم، بينما في المغرب ربما تحتاج إلى شهور أو ربما سنوات لتأخذ كل الرخص وتشتغل بشكل عادي. فإذا هذه المسألة هي التي غيرت وجه دبي، ويمكننا أن نستفيد منها، يعني أن نبسط المساطر وأن نفتح المجال للاستثمار الأجنبي. نعم. وهذا طبعا مسألة مهمة فهمتها دبي، وبدأت دول أخرى في الخليج كقطر والسعودية بدأوا يفهمون هذه المسألة وبدأوا ينفتحون وييسرون سبل العمل. نعم. يعني الاستثمار الوطني والدولي على السواء، ربما بعض النتائج جيدة جدا. بعض العوائق لدى بعض دول الخليج، تحدثت عن قطر ودول أخرى، أنها يعني على المستوى المساحة أو على مستوى البنى التحتية والأيدي العاملة، فأصبحوا هم مستثمرون أجانب داخل مجموعة من الشركات العالمية في القطاع البنكي. هناك صناديق سيادية يعني لقطر تتجاوز 1200 مليار دولار، هناك للبحرين كذلك، لعمان التي أيضا هي مستقطب هام للاستثمارات الخارجية
داخل دول الخليج العربي، البحرين، واليوم ها هم يعني في مساندة سياسية للقضية المركزية للمملكة المغربية السجادري، ولا وهي الصحراء المغربية، من خلال فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية. هذه الأقاليم التي تعتبر ورش مفتوح بالنسبة للمملكة المغربية، ولديها كل عوامل جذب فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، ونجد حضور أمريكي وازن وسيزدان أكيد بالقنصلية في مدينة الداخلة، ولكن هناك منصات اقتصادية بدأت وفقا لمشاريع أمريكية. هناك الاتفاق الثلاثي والذي شهد توقيع استثمارات بقيمة مالية تصل لخمسة مليارات دولارات ستكون بين الشرق الأوسط وأيضا المملكة المغربية وحتى داخل القارة الأفريقية. كيف يمكن أن تشكل هذه النقلة النوعية داخل الأقاليم الجنوبية التي لديها ميزة خاصة وهي ورش مفتوح كما قلنا من الداخل الأطلسي، طريق السيار تزنيت أو طريق السريع تزنيت الداخلة؟ هناك مشاريع ضخمة بالنسبة للدولة المغربية، ونموذج تنموي اكتملت جل مشاريعه، وبالتالي قد تكون قبلة للاستثمارات الخليجية الأمريكية وتلك القوى الأوروبية الاقتصادية المترددة والتي أشار لها الملك محمد السادس في خطابه الأخير. صحيح، بالتأكيد أن الأقاليم الجنوبية ديال المملكة المغربية ممكن لا إلا تكون وجهة كذلك للاستثمارات الأجنبية، خصوصا بعد نجاح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بحيث أن المغرب ضخ أكثر من 77 مليار ديال الدرهم في هذه الأقاليم هذه. كندوي على مشاريع اللي سوف تغير يعني الهوية ديال هذه الأقاليم هذه، ملي كندوي على الطريق السريع ما بين تيزنيت والداخلة، ملي كندوي على الميناء المتوسط الأطلسي ديال الداخلة، غير هاد جوج مشاريع هذه هي كبرى. نعم. سوف تغير بشكل أساسي يعني وجه المنطقة ككل، بحيث أن مثلا الميناء الأطلسي سوف يكون منافسا للجزر ديال بالماس والجزر اللي هي مقابلة ليه. هاد البنية التحتية اللي هي أساسية سوف تستقطب يعني مستثمرين أجانب. كذلك أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة المسألة الخضراء كان واضحا، بحيث أن أي شريك أجنبي إذا بغى أنه يكون شريك مع المملكة المغربية إما يكون في جميع تراب المملكة، وإلا لن يكون هناك لا تعاون لا تجاري ولا اقتصادي في هذا الاتجاه. أعتقد أن هذه النقطة هذه سوف يعني تخلي مجموعة من الدول أنها تحسم الأمر ديالها باش تحافظ على مصالح ديالها في المغرب، وبالتالي أعتقد بأن الأقاليم الجنوبية سوف تكون وجهة يعني بامتياز على الأقل في الخمس سنوات القادمة، من أجل تكون وجهة يعني أساسية للاستثمار الأجنبية الأمريكية ولا الأوروبية ولا حتى الآسيوية اللي باش تجي المنطقة يعني في المستقبل القريب جدا. جميل، وتحدث عن ميناء الداخلة الأطلسي، لا ننسى أن هناك منطقة صناعية تقام على 1600 هكتار داخل هذا الميناء الذي تبلغ مساحته 600 هكتار، وهو ميناء سياحي وأيضا ميناء آخر ترفيهي وآخر لتصنيع السفن. سيد طيب، لديك إضافة فيما يخص جاذبية الاستثمار الأجنبي داخل الأقاليم الجنوبية التي تعيش على وقع النموذج التنموي الذي أطلقه العاهل المغربي سنة 2015، وتقريبا أنجزت جل مشاريعه وانضافت إليها مشاريع أخرى على غرار ميناء الداخلة الأطلسي؟ بالتأكيد طبعا هناك يعني التوجه يعني الجهوي للمغرب والذي كرسه الدستور 2011، يعني عندنا الان الجهوي المتقدمه يعني هي توجه استراتيجي للمغرب، ولابد للجانب الاقتصادي طبعا ان يواكب هذا يعني العداله المجاليه والجهويه. والاقاليم الصحراويه طبعا فيها بوتنسيال كبير يعني للاستثمار الوطني والدولي، وهناك طبعا مجموعة من البنى التحتية كالطرق السيارة وكالطرق السريعة والمواني والمطارات وغير ذلك التي تيسر سبل الاستثمار وطنيا أو أجنبيا. ولكن كذلك لا ننسى أن هذه الجهوية المتقدمة تخص كل جهات المغرب من الشمال الريف والشرق وجدة ونواحيها الرشيدية ورزازات زاغورة إلى آخره، يعني كل المناطق بالإضافة طبعا إلى الساقية الحمراء والذهب وغيرها من الجهات التي يجب أن تنمو ويعني أن تتطور بنفس السرعة التي تتطور بها مثلا الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة. فهذه كلها يعني هي المناطق المغربية ولا بد من الاهتمام بها وتطويرها والارتقاء بالاستثمار فيها، ودعوة كذلك للمستثمر الأجنبي إلى التعرف
على هذا التنوع المغربي المهم جدا. فهناك مستثمرون قد يفضلون الاستثمار في الصحراء، في يعني في الداخلة او في العيون او في الراشدية او في ورزات او في وجدة الى اخره، فربما في بن ملال كذلك التي هي منطقة فلاحية وصناعية بامتياز، وبركان وهي كذلك منطقة فلاحية مهمة جدا، وسوس ماسة التي كذلك هي مناطق فلاحية وصناعية وسياحية وبحرية إلى آخره. فالمغرب الحمد لله متنوع، وهذا التنوع هو الذي يشكل المغرب الحقيقي، هو الذي يشكل قوة المغرب، هو في تنوعه الثقافي وتنوعه المجتمعي وتنوعه الاقتصادي وتنوعه كذلك على مستوى مختلف القطاعات. فيمكن في المغرب أن نستثمر في الصناعة، في صناعة الطيران، في صناعة السيارات، ويمكن أن نستثمر كذلك في الفلاحة، في السياحة، في الصيد البحري، في الخدمات، قطاع التكنولوجيا الحديثة، الاتصالات. هناك بيئة حاضنة بالفعل لمثل هذه الاستثمارات، وهذا يقودني للحديث تمام. تفضل. ولا ننسى كذلك، لو تفضلت، لا ننسى كذلك المعادن. فالمغرب فيه معادن كثيرة، يعني والاستثمار في المعادن في يعني كذلك يعني قطاع مهم جدا وواعد. صح. يستقطب المستثمرين الأجانب سواء في البترول، في الغاز، في مختلف المعادن التي يزخر بها يعني الأرض المغربية، تزخر بها الأرض المغربية من شمالها إلى جنوبها. وكل هذه طبعا استثمارات ومجالات يمكن أن نقدمها يعني للاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي على السواء، ويمكن أن تزيد من جاذبية الاقتصاد المغربي. وهذا كله طبعا يهدف إلى تكوين نسيج اقتصادي مغربي قوي وطني ومستقل، وهذا هو المهم الذي يشغل المغاربة، الذي يعني يمتص هذه البطالة التي نعاني منها، ويخلق فرص الشغل، ويخلق الثروة التي يمكن فيما بعد أن توزع على كل المغاربة، وأن توزع بطبيعة الحال بشكل عادي على مستوى الأفراد، على مستوى القطاعات، وعلى مستوى الجهات كذلك، حتى يستفيد كل المغاربة من هذه الثروة التي نخلقها، وأن ينعم بها كل المغاربة، وهم يستحقون ذلك فعلا. نعم، تحدث سيد طيب عن قطاعات واعدة فيما يخص الاستثمار الأجنبي، نسينا قطاع السياحة. قطاع السياحة بدوره يعني تكلمت عن السياحة طبعا. لا طبعا السياحة مهمة جدا. نعم. يعني السياحة طبعا المغرب كله بلد سياحي، وتنوعه الجغرافي وتنوعه السكاني والثقافي كله ييسر ويشجع على السياحة. صحيح. ولا بد أن نشجع السياحة الثقافية والسياحة. عندنا سياحة ثقافية مهمة جدا، وعندنا سياحة إيكولوجية مهمة جدا، عندنا سياحة قروية، سياحة جبلية، سياحة بحرية. صحيح. يعني كل هذه الأنواع من السياحة الدينية، لا ننسى أن هناك زوايا روحية. لديها رواد من مجموعة من البلدان العربية تماماً. والإسلامية تماماً. والأفريقية. ولا ننسى بأن المغرب في تطويره للصناعات الدوائية وأيضا محاولاته لإصلاح منظومة الصحة قد نصل في مرحلة متقدمة، لا أقول اليوم، إلى ما يسمى بالسياحة العلاجية، والتي لدينا نماذج في مجموعة. لا، هي الآن عندنا هذه السياحة العلاجية أستاذ نوفل. الآن هناك مجموعة من، أنا أعرفهم، يعني مجموعة من المرضى يأتون من أفريقيا، ويأتون صحيح. حتى من أوروبا، حتى من فرنسا يأتون إلى المغرب للعلاج. ولكن كذلك هذه واحد النيش اللي مازال ما طورناهاش، لابد من تطويرها. مداخل ضعيفة. يعني أعطيك مثال بسيط جدا، دولة كالأردن مثلا لديها مداخل تصل إلى 5 مليار دولار من السياحة العلاجية، حتى أن لديها أسواق معينة داخل الدول العربية وغيرها، والذين يأتون للعلاج ولا لديهم تخصصات. صحيح. يعني غسيل الكلى، العلاج بالرنين المغناطيسي، أطباء متطورين في قطاع الخاص بالدماغ والأعصاب، يعني تخصصت في أنواع من العلاجات، وأصبحت قبلة. صحيح. ولديها أموال ضخمة تكون في الناتج صحيح. الوطني المحلي. صحيح. ونفس الشيء في تونس. وتونس في تونس. صحيح. ونفس تركيا. الشيء في تركيا. تركيا اليوم كذلك بدون منازع. نعم. المغرب يعني مهيأ لاستقطاب هذه السياحة الصحية العلاجية، خاصة من أفريقيا وأوروبا. لا ننسى أن من أوروبا يعني الناس مستعدون أن يأتوا من أوروبا إلى المغرب. أنا الأسبوع الماضي جاء عندي فرنسي، يعني جاء من باريس إلى المغرب ليعالج أسنانه. قلت له لماذا تأتي إلى المغرب؟ قال لي أن في المغرب عالج أسنانه ب4000 درهم، تكلفة أقل، بينما في أوروبا 4000 يورو. نعم. يعني صحيح. 10 مرات، 10 أضعاف، يعني 10 مرات. صحيح. عشرة أضعاف. هذا كلام فيه نقاش، ربما نخصص حلقة كاملة
لمسألة القطاع السياحي بكل انتماءاته وألوانه وأطيافه، وكيف يمكن بالفعل المغرب أن يكون جاذب في هذا المجال، وهو جاذب يعني، ولكن أن تتطور الاستثمارات أكثر خاصة مع ما حدث لهذا القطاع عقب جائحة كورونا. في الختام بقي دقيقة ونصف، الاستثمارات في طريقها للنمو والتطور أم إلى أن تبقى ربما في المستوى الذي وصلت إليه، أم أننا قد نكون أمام قفزة نوعية لم تكن في الانتظار فيما يخص الاستثمارات الأجنبية داخل المغرب؟ لا أعتقد بأن المغرب يعني سيستفيد من يعني آثار جائحة كورونا من بعد، يعني تكون واحد الإقلاع اقتصادي لمجموعة من الدول، غتكون واحد يعني مجموعة من الرسامين اللي غتدخ في البلدان كاملة، والمغرب سيستفيد من هذه التجارب يعني بصفة عامة. أعتقد بأن المغرب يعني قام مجموعة من الإصلاحات، مجموعة من الأمور اللي كانت هي في الاتجاه الصحيح في الاتجاه هذا، لكن كاين واحد النقاط اللي هي كتبقى نقاط اللي هي سلبية، يعني خصنا نمشيو نجاهدوا فيها باش ممكن تكون عندنا المغرب عنده جاذبية اللي هي أكبر. أتكلم على ثلاث نقاط اللي هي اساسيه. النقطه الاولى تتعلق بالتنافسيه، بحيث ان خصنا نمشيو في محاربه قصد الريع باش يجي منافس اجنبي يجي يكون يعني ما كاينش حضور مع من الرخاص، يعني يكون عندنا واحد فرش تحملات يعني كل ممكن انه يدخل في هذا الاتجاه هذا. ثاني نقطه اللي نقطه اساسيه هي تتعلق بالقضاء والعداله، بحيث ان لك مستثمر اجنبي كيجي كيعرف ان حقه ما غاديش يعيش في هذا البلد هذا، ويعني يمشي للعداله ويمشي للقضاء يعني في وقت اللي هو وجيز، يعني ماشي واجد يعني وقت يعني ملائم، ما نقولش هو يعني وقت يعني وقت اللي هو ملائم غيجي المغرب. والنقطه الثالثه اللي كانت هي كذلك يعني سبب مجموعه من يعني الترحيل ومجموعه من المقاولات هو ما يتعلق بالحوار الاجتماعي. اعتقد باننا قدرنا نخرجوا قانون الاضراب وقانون ديال النقابات، غتكون واحد النقطه ايجابيه لان واحد عندنا واحد مجموعه من المقاولات كندويو على قطع ديال المطاطيات مثلا كانوا في المغرب، مجموعه من الاتجاهات لان رجعت المغرب بمشاكل نقابيه اساسا. صحيح. اشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي سي محمد جذري، شكرا جزيلا لك على كل ما اعطيتنا من معطيات، والشكر موصول ايضا لمن رافقنا من الدار البيضاء الخبير المالي والاقتصادي السيد طيب عيسى. شكرا لك سيد طيب. شكرا لكم، بارك الله عليكم. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. لكم أجمل تحية أينما كنتم، وإلى اللقاء.